We have a lot of educators here, so please feel free to ask your questions. I'm going to ask that you stand up and use a teacher voice when you do ask your question. So the first question is going to be right here. And I'm denied, okay. Wazir at the Talib. بلشت مع الأولاد you know في الكلاس قديش أعمارهم وإيش الأسلوب اللي استخدمتي يعني أنت قلتي we start بلشت نلعب مع بعض وفي أفكار شو الأعمار اللي بدأتي فيها يعني you know in order maybe ناخد منك أنا بدأت الصف ثاني عمر 7 سنوات بالوقت الحالي بدايتي كانت مع طلاب صف رابع ودرس صف ثالث أول صف دخلت عليه كان صف ثالث كل شعبتين كل شعبة فيها 38 طالب كل شعبة فيها 38 طالب الصف طبعا ما في ولا شيء غير المقاعد والكراسي والطلاب هاي هي البيئة الصفية قولوا طب شيء ما حد يروحوا طب كيف كنت قدرت تلعبيهم يعني دخلت على الصف وحكيتها اليوم بجوز دخلت ولا طالب كان قاعد محله ولا طالب 10 دقائق أو أكثر وأنا أحكي معهم ولا واحد رد علي ولا واحد طلت من شنتي بدون نفخته هيك بدون وأنا ساكت نفخته ورميته بالهواء طلعت 38 طالب كلهم هاجمين على المدرسة مسكته قلت لهم أسرع واحد بوصل لمقعده كبلي اللي بوصل لمقعده كبلي بأخذ بالون بأخذه طبعا صار سباق بيني وبينهم 38 وأنا صرت 39 على الكراسي وهي البداية في إنه أنا عملت بداية لغة تواصل بيني وبينها تفاهم حوار نقطة بداية ومن البالون كمان كان عندهم جدول الضرب بادية في المعامل السابقة اللي كبلي عملت على البالونات مسابقة جداول ضرب حسيت إنه الأولاد متشوقين يلعبوا بس أحط شرط أول لو سمحت اللعبة قوانينها هيك أكتب القوانين على اللوح اللعبة بدها 1 2 3 موافقين بعملها مش موافقين بعملهاش موافقين معنا كلنا بدنا نلتزم انا وانتو دائما بسبق انا وانتو انا قبلهم اطبق اذا انا قلت اشي طلبت منهم اشي وانا بنفذش عمره ما رح يرد علي لازم اكون انا اولا اطبق الشيء هاي البداية انك تحط قوانين القوانين تطلع من الطلاب نفسهم يعني بدنا نلعب هيك كيف لتزبط اللعبة؟ شو لازم يصير في اللعبة؟ بصير تأخذ منهم اكتب على اللوح لما يشارك في وضع القوانين بتطبقها أسرع تدريجياً بصير تطبيق القوانين عادة سلوك يومي يبطل إنه تضطر إنك تعيدها بس في البداية بدك تعيدها بدك تتعب لتطبق فكرة عندك ونموذج عندك ما شاء الله بدك تفهم الطالب تعامل معه انه عقل يعني ما تستخف فيه انا باخذ مرات كثير افكاري من الطلاب نفسهم لما بعمل لعبه او وسيله بروح اطبقها بالصف بيقولوا لي ميس مش لو عملتيها هيك احسن مس لو انه بالالوان افضل مس لو انها اصغر او اكبر او لو انك كثرتي اعداد المكعبات او لو انك عملتي هيك بس اخذ تغذيه راجعه منهم بروحها على الدار بضيف التعديلات والافكار اللي كانوا بنطبقها ثاني يوم بشعر بانه حققت نتائج اكثر هم بيساعدوك هم الالهام الحقيقي التقريب من الطلاب في البدايه بدك تبحثي انا دائما بقول للمعلمين ادرس كثير اتعب حالك كثير بتكفيش الجامعه بس تخليك تاخذ وظيفه يعني انك تتوظف لكن عشان تصير معلم حقيقي بدك بعد الجامعه تدرس اضعاف الجامعه وتتبع وتسأل وتقرأ وتشوف الآخرين اسمع الآخرين شو عملوا تعلم من الآخرين ما بصير أنت تغلط وتتعلم من غلطك أنت غلط المعلم مش غلط الخطأ المعلم بكلف كثير أجيال مش زي أي خطأ في أخطاء بتتعالج بسرعة لكن خطأ المعلم مكلف أجيال كثير خطأ الطبيب بجوز هالمريض يمرض أو بجوز يعني أقصى حاجة يعني ممكن هالمريض واحد يعني لكن مصيبة المعلم إنه أجيال كثير بتدفع ثمن هالخطأ وأقول لك بالأساس شو بيغرس المعلم مستحيل ينتهي
المدرسة بضل. عشان هيك بقول للمعلمين دائما زملاء المعلمين ابحث عن المعلومة، اسأل معلمين خبرة، ما تنحرجش تسأل. كنت أنا ما يعني جزء بعرف كديش أنا ما في معلم أول ما اشتغلت إلا أسأله بصير هيك هيك بالصف شو أسوي. إذا ما لقيت معلمين على عمي جوجل، دائما بقول له عمي جوجل والله في أحسن منه كثير دائما، كيف نعالج كذا؟ بقرأ بقرأ بقرأ. سبحان الله المؤمن يستفتي قلبه. طبيعة الطلاب اللي عندك بتفرض عليك شو شكل العلاج وشو أداتك، بس لازم تتابع حالك كثير. بدك تشتغل وبتوقفش تعليم، بتوقفش دراسة. اللي مش بقوله الإنسان بيموت ويتعلم، المعلم بقضي 30 سنة بوقفش تعليم، كل يوم يتعلم. كل يوم لازم يتبع كل شيء جديد، الدنيا بتجري تركض. طفل اليوم بتفوق علينا، التكنولوجيا فتحت عينيه. هنا انا بوقف امام طفل يقول لي مس في لعبه في على الكمبيوتر اسرع من اللي انت بتسويه هذا وبتحل لي كل مشكلتك هاي. مس اورجيكي كيف هاي على جوجل بتنزل، بس حطي وقت نترك. بتفوقوا علينا، والله بتفوقوا علينا. اذا ما كنت انت قادر على خيالك واسع وقادر على الابتكار تقدرش تعطي، بتفوق عليك الطالب بمل، بقعد عندك بالصف وبكون بستفدش منك شيء. انت تكون مبتكر، خيال دائما، خيالك لبعيد، تطور في حالك وعندك قدرة على البدائل، بدائل دائما عندك حلول وبدائل، وعندك متجدد في الأفكار، متجدد. أنا بخترع ألعاب في داخل غرفة الصف، يعني مرات بتحدوني بني بعرف شو أسوي، شو أقول، شو أعمل، شو أسوي. وليدة لاحظت هالفكرة بتصير أنه هاي عملناها تصير. وليدة لاحظت هالفكرة بتطلع، هاي هي المعلم. أنه من كثر ما بدرس، من كثر ما وصل يكون معلم خبير، شو يعني أنك بتصير مبتكر في في مثلاً هلا تعال تقول أعطيني حصة، أعطوني بس ورق كرتون A4 أو ورق الكجي اللاصق وكلا في الوسط، انا بعمل لكم حصه بمسمى او منهج بدنا نلعب نتعلم. هل كنت اعطيني اياها؟ بس اعطيني الهدف اللي بدك اياه وعندي استعداد. هاي بتصيرش من اول يوم، هاي بدها ايام وليالي تسهر وتدرس، تختبر في صفك، تختبر في حالك، تجرب الاشي حالك قبل ما تجرب على الطلاب. لا تصير هيك. الطالب لازم تشعر انه امانه بين يديك، مش لازم يعني اولادنا بس، احنا كلنا جربنا لما معلم المعلمين لاولادنا يزعلوهم او يعمل شيء غلط او مثلا صلح له غلط، ابسط الاستاذ هو مصري صلح له خطا على شغله، هي الاجابه صح والاستاذ حط له غلط، او الاجابه غلط والاستاذ حط له صح، شو اللي بتكون طلعوا بزبطش هذا الحكي ما بزبط. الاولاد امانه تركب، لازم نامن فيها. هذا ابني، عشان هيك بدخل على الصف شو اقول، احنا سواء عندي 20 طالب ولا 30 طالب احنا اسره. من اول يوم كل الحصه بحكيها، ليش؟ عشان يرسخ يسمع، بركز على السمع، يسمع كلمات انا بدي اياها عشان تصير في سلوكياته. احنا اسره عائله، كيف ابوك وامك واختك في الدار؟ احنا 29 طالب وانا شو صرنا 30، احنا عائله. واو يا مس كل هذول خلفتيها. لا يفهم انه العائله شيء قريب، ولا يوصل له كيف نصير تيم واحد، فريق واحد، كيف بده يكون همنا واحد، كيف بده يتعامل انه زميلته في الصف اخته بتتزعلش، زميلي في الصف اخوي بيتزعلش، كيف بدنا نطلع مجتمع كلنا مع بعض. هاي نقطه انطلاق الصف، هذا دائما بحكي عنه.